ملاكا، إذ كنت تريد الذهاب إلى مدينة تاريخية جميلة فننصحك بالذهاب إلى مدينة ملاكا الماليزية، التي تعد إحدى الواجهات السياحية الرائعة لاحتوائها على العديد من الأماكن الفريدة من نوعها، فهي تجمع بين المباني التاريخية الساحرة والأسواق الحديثة في آن واحد. الأماكن السياحية في ملاكا. نحن واثقون أنك ستقول رحلتي إلى ملاكا كانت رائعة، وذلك بفضل وجود العديد من الأماكن السياحية في ملاكا المتميزة عن الأماكن السياحية في الدول الأخرى. فيما يلي سنستعرض أشهر أماكن سياحية في ملاكا. المتحف الإسلامي. يعد المتحف الإسلامي أحد أشهر الأماكن السياحية في ملاكا، حيث يمكنك من خلاله معرفة تاريخ دخول الإسلام إلى ماليزيا وكيف انتشر فيها. يحتوي المتحف على العديد من الأعمال الفنية والسيوف والمصاحف والعملات القديمة ذات النقوش الإسلامية المميزة، وكذلك عدة صحف تاريخية مكتوبة باللغة العربية توضح كيفية تعليم المسلمين اللغة العربية للماليزيين. متحف قصر سلطان ملاكا. صمم متحف قصر سلطان ملاكا ليكون نسخة من قصر السلطان منصور شاه الذي كان يحكم ولاية ملاكا قبل وصول البرتغاليين عام 1500، وتظهر فيه كيفية حياة الماليزيين قديما في مملكة ماليزيا القديمة التي كانت مزدهرة في ملاكا، وبهذا يعد من أكثر الأماكن السياحية في ملاكا تميزا. يحتوي هذا المتحف على أكثر من 1300 تحفة فنية تتمثل في العديد من المجسمات والتماثيل التي تصور الحياة القديمة والنزاعات، بالإضافة إلى العديد من اللوحات والأسلحة والحلي والهدايا وفود الأجانب إلى الملك. ويتكون المتحف إلى ثلاث طوابق بها ثلاث صالات مقسمة إلى ثمانية أقسام مختلفة. مزرعة التماسيح. من المثير أن تشاهد التماسيح على طبيعتها وهي تتعامل مع الإنسان بدون وجود حواجز كثيرة. تعد مزرعة التماسيح من أكثر الأماكن السياحية في ملاكا لجذب السياح، وقد تم افتتاحها عام 1987، وتحتوي على عدد كبير من التماسيح وأكثر من 100 نوع منها. تقدم الحديقة عددا من العروض مع التماسيح، حيث تظهر التماسيح مع المدربين في يومي السبت والأحد في ساحات العروض الخاصة بالحديقة. منتجع أفموسا. أمتع الأماكن السياحية في ملاكا، ويذهب إليه الكثير من الناس عند قضاء العطلة، وبالأخص شهر العسل، وذلك لاحتوائه على العديد من الأنشطة والأماكن الترفيهية المتنوعة التي جعلته يحوز على العديد من الجوائز السياحية. يتكون المنتجع من عدة أقسام ترفيهية تشمل الألعاب المائية المناسبة للكبار والصغار، ورحلات السفاري بين الطيور والحيوانات الأليفة والمتوحشة التي يمكنكم التصوير معها، ومدينة الكاوبوي والكرنفالات، بالإضافة إلى ملاعب الجولف والألعاب المتنوعة والأنشطة الرياضية ومزرعة الدجاج، ويمكن للأطفال اللعب مع الدجاج والفراخ الصغيرة، وبحيرة الأسماك. كما يحتوي المجمع على أماكن للإقامة.
مسجد مضيق ملاكا. مسجد مضيق ملاكا هو واحد من أجمل مساجد ماليزيا، ويقع في جزيرة ملاكا الصناعية. يتسع لأكثر من 15,000 مصلي، وله مئذنة واحدة وقبة واحدة. للمسجد تصميم هندسي متميز، وتتم إضاءته في المساء بألوان جميلة تنعكس على سطح المياه المحيطة به، مما يعطيه منظرا طبيعيا خلابا، وخاصة وقت الغروب. نهر ملاكا. الأنهار دائما جميلة، والرحلة بالقارب فيها تكون ممتعة. نهر ملاكا يتميز بكونه واحد من أهم طرق ملاكا القديمة، فقد كانت التجارة تنتقل إلى ملاكا من جميع أنحاء العالم عبر هذا النهر. يمكنك رؤية بعض المعالم التاريخية في ملاكا عند السير به، حيث يمر بالعديد من المباني التاريخية والثقافية.